نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، والحقيقة أنه من المشاهد الجميلة جدا اللي بقينا نشوفها في مناطقنا الأثرية والتراثية، خاصة في القاهرة الإسلامية وشارع المعز، مجموعة من الشباب. الشباب دول بينقلوا بالريشة بتاعتهم والألوان جمال مصر، وده في إطار مبادرة اسمها رسم مصر، واللي قدرت أن هي تنقل تفاصيل أثرنا في أكتر من 100 لوحة. موسوعة وصف مصر كانت أهم التجارب التي وثقت لآثار مصر وتراثها، وبعد سنوات طويلة يعاود فنانو مصر وشبابها المبدع رسم تاريخها بمبادرة حملت اسم رسم مصر. الفكرة خرجت من رحم كلية التربية الفنية بجامعة حلوان للبحث عن نشاط يجمع الطلبة ويحقق لهم الشغف ويربط بين تعريفهم بالتاريخ وتلبية ميولهم الفنية. وتبلورت الفكرة بالخروج أسبوعياً لتوثيق مواقع مصر التاريخية وإرثها الثقافي. يبدأ الطلاب رسم أعمالهم الفنية كل من منظوره الفني لبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يغفل المحتوى كواليس الجولات وقيام الطلاب بالرسم. ومع نجاح الفكرة انضم لها العشرات من المتخصصين والهواة، ليكون الناتج معرضاً فنياً ضم أكثر من 100 لوحة فنية ومشاركة ناجحة لـ 12 يوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 53. ولا يزال شغف الشباب مستمراً لتوثيق مصر من الشمال إلى الجنوب بما فيها من حضارة متجذرة وتاريخ متفرد وطبيعة خلابة.